معي مداخلة من السادة منيرة محمد. مساك الله بالخير السادة منيرة. هلا هلا مرحبا. تفضلي تفضلي يا دكتور. عندي سؤال بالنسبة للدكتور. تفضلي دقيقة واحدة. أنا عندي تليف الكبد. تليف بالكبد. ونقص الكرات البيضاء والصفائح نازلة الحين 1.9. والطحال قالوا لي سببه أن الطحال هو اللي سبب هذا نقص الكرات البيضاء والصفائح. وحايشني بعد قبل ثدي سرطان الثدي وصار استئصال. وكنت اخذ حبوب فيمارا. هل هذا الحبوب هذه تمنع المرض هذا يعني ما يتكرر مره ثانيه ولا شلون؟ وبعدين ابي وسيله اللي ترفع فيها الصفائح والكرات البيضاء. ماشي استاذة منيرة شكرا. بس واللي عافيك سؤال واحد في عشبه هذه المورينجا. نعم. كم مرة ناخذها باليوم؟ وهل نعم. إذا كانت مطحونة أحسن ولا إذا كليناها كذي يعني طازة؟ نعم. شكرا. نعم. المورينجا يحطونها ممكن بالسلطات طازجة، ممكن تنطبخ طبخ مع الشوربات، ممكن تجفف، يطحنونها ياخذون منها ملعقة وسط صفوف مرتين ثلاث مرات في اليوم. هذه كلها أشياء ممكن الإنسان ياخذها. بعدين المورينجا لاحظ هذه اللي عندنا بالخضروات تلقاها طويله وضعيفه، هذه بذور المورينجا. الناس مو منتبهه ترى. هذه بذور المورينجا، والمورينجا الان تزرع بالكويت. تزرع ممكن اي نعم. هذه الطويله ياخذونها من فرع خضروات كل جمعيه فيها، ممكن يشقونها يطلعون منها البذور يجففونها بالشمس ويزرعونها. ترى سهل زراعتها حتى في البيوت. بالنسبه لل انا ما اقدر اجاوبها على الحبوب اللي اعطاها هي الطبيب لان هذا مو تخصصي انا، ولكن افضل حاجه في يعني لرفع الصفائح الدمويه اللي هي اوراق البابايا. اوراق البابايا إيه؟ الان شجر البابايا موجود في المشاتل، بامكانك انت تاخذ الشتله تزرعها في البيت بس تستفيد من اوراقها، ان ورق البابايا هذه يرفع الصفائح. نفس الشيء نعم يجفف، تجفف هذه الاوراق طبعا تنقسل وتجفف. طريقه التجفيف دائما تعلقها بحبل، ما تفرشها على الارض حتى لا تهاجمها الفطريات، تعلقها بالحبل من صوب. نعم. لا غايه ما تنشف، ان شفت تاخذها وتطحنها وتاخذ منها ملعقه وسط. طبعا انا افضل بهالحاله هذه انها ما تنطبخ، تاخذها مثلا على طول ناشفه بعد ما تنشفها وعن طريق الفم ثلاث مرات في اليوم ملعقه وسط. هذه ترفع الصفائح على مدى يعني خلينا نقول على مدى شهر، تكون الامور طيبه ان شاء الله تعالى باذن الله. معنا مكالمة ثانية. بالنسبة للأخت تكلمت هي عن تليف الكبد. تليف الكبد. أتوقع أن هي وصلت إلى مرحلة وباء كبدي سي، بعد الوباء الكبدي سي دخلت على مرحلة تليف. هني في المرحلة هذه كلها ما أعرف أي عشبة تقدر تساعدها، لكن أسأل الله لها الشفاء إن شاء الله بإذن الله تعالى.